السلام، مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وهذه هي خدمتهم كل صباح طيلة أيام امتحانات البكالوريا. سيرة الأجرة لا الصغيرة ولا الكبيرة، أيام امتحانات ديال البكالوريا كيوصلوا التلاميذ مجانا لا في الأحياء الشعبية ولا أيضا في الشارع. ملي كيتصادفوا مع شي تلميذ معطل عليهم والله يسهل عليهم السائقين ديال سيارات الأجرة. دائما تيديروا هاد العادة الحميدة، هاد العادة وهاد المبادرة الجميلة. وصلوا التلاميذ المؤسسات التعليمية فين غادي يجتازوا امتحانات البكالوريا مجانا. روح التضامن والتكافل عند المغاربة. حنا تنتمناو اكيد حظ موفق سعيد الوليدات اللي غيجتازو هاد الامتحانات، الله يفرحهم باش يفرحوا حتى والديهم. البارح كانت اول ايام امتحانات البكالوريا، كان الفيزياء واللغه الانجليزيه. واليوم هو ثاني يوم ومازال الدوره الاستدراكيه بالنسبه للناس اللي ما قدروش لا
بالنسبه للناس المراد ولا بالنسبه للوليدات اللي جاوا معطلين ولا اللي كانت عندهم ظروف، مازال كاين واحد دوره استدراكيه ان شاء الله اللي غادي يستدركوا فيها داكشي اللي ما قدروش يديروه في الدوره العاديه. نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ اللي غيجتازوا امتحانات البكالوريا، التوفيق اليوم ان شاء الله. للمتابعين الكرام صباحكم مبروك، الى اللقاء في بث اخر.